كان للتابعي الجليل عمر بن در الهمداني ولد فمات، وجاء أهل بيته يبكونه أشد البكاء وينتحبون عليه أشد النحيب. ورآهم عمر فقال لهم: ما لكم؟ إنا والله ما ظلمنا ولا قهرنا ولا ذهب لنا بحق ولا أخطئ بنا ولا أريد غيرنا، وما لنا على الله معتب. وسمع أصحابه بموت ولده فقالوا: الآن يضيع الشيخ، فقد كان ابنه بارا لوالديه أشد البر، مطيعا لهما لأجمل ما تكون طاعة الوالد. فسمعهم الشيخ فبقي متعجبا يتمتم: أنا أضيع؟ حتى إذا واراه التراب وقف على قبره يقول: رحمك الله يا بني، والله لقد كنت بي بارا، ولقد كنت عليك حدبا، وما بي إليك من وحشة، وما إلى أحد بعد الله فاقة، ولا ذهبت لنا بعز، ولا أبقيت علينا من ذلك، ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك. يا ذر، لولا هول المطلع ومحشره لتمنيت ما سرت إليه، فليت شعري يا ذر ما قيل لك وماذا فعلت. اللهم إنك وعدتني الثواب بالصبر على ذر، اللهم فعل ذر صلواتك ورحمتك. اللهم إني قد وهبت ما جعلت لي من أجر على ذر، فتجاوز عنه فإنك أرحم به مني وأكرم. فلما ذهب لينصرف قال: يا ذر، قد انصرفنا وتركناك، ولو أقمنا ما نفعناك. يقول أحد أصحابه: فبقي القوم متعجبين مما ظنوا بالشيخ ومما رأوا من رضاه على الله وتسليمه له.